معكم يا أصحابي. أخيراً وبعد طول انتظار جاء اليوم الموعود، يوم توزيع هدايا زيكو العبقرية. ففي ذلك اليوم جاء الأنبا ماركوس بنفسه وسلم على كل الفايزين وكمان وزع عليهم الهدايا. تعالوا نتفرج مع بعض. بسم الله والابن روح قدس روح امين. بنشكر ربنا اللي ادانا فرصه ان احنا ناخد بعض حلقات فيها معلومات حلوه جدا جدا، وكتير جدا من الحبايب قدموا، وكتير قوي 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 يستحقوا الجوائز. لكن اللي حصل ان احنا سحبنا المره اللي فاتت على كل حلقه 5 فائزين. المره دي بقى هنسحب من كل حلقه واحد اللي يطلع الاول، وبعدين تاني كل حلقة نمرة 2 يطلع التاني، نمرة 3 وهكذا لحد 5 لما ياخدوا الهدايا بتاعتهم. والإخوة والأخوات اللي مجوش هتروح لهم الهدايا هناك، بس ياريت أول ما ياخدوا الهدايا يصوروا نفسيهم بالهدية يبعتوها لنا، هو يتصور معه ومع أسرته ويبعتوها عشان نعلن بعد كده نقول إن فلان الفلاني أو فلانة الفلانية خدت الهدية اهي، ودي صورتها وهي بتاخد الهدية ومعها اسرتها. اتفقنا؟ يعني دلوقتي هنبتدي ناخد بقى الحلقة الاولى، هنسحب منها ورقة عشان نشوف الاول ده يطلع مين. كارما عاطف اسكندرية ما جاتش، يبقى نبعت لها الهدية بتاعتها تروح لها ان شاء الله الاسبوع ده. الحلقة الثانية كريستي عماد سعد كفر الشيخ. كريستي مبروك يا هند، مبروك مبروك مبروك، ادي الهدية بتاعتك اهي. كراس أمجد الأقصر ما جاش، هتروح له الهدية بتاعته إن شاء الله في الأسبوع ده برضه. نمرة 2 جورج إيهاب جلال، مبروك يا عسل أنت، مبروك بوس. استنى اوعى الكهرباء تقع دي، شفت دي ايه بقى؟ دي ايه دي؟ سماعة، بس سماعة تسمعك من امريكا ومن هنا. طيب مبروك عليك. تدرس أسامة القاهرة، هو ده. ألف مبروك، احنا فتحنا ديكها هتلاقي جوه سماعة حلوة قوي وتاخد الشهادة اهي. مينا سامح عادل الجيزة، مينا سامح عادل من الجيزة. الهدية الثالثة كارن هاني القاهرة، انت عسل فين، مبروك مبروك عليكي. وفين الشهاده بتاعتها؟ وبابا وماما يجي يتصوروا معاكي.
في الحلقة الثانية نشوف المتسابق رقم 3 بافلي عماد غرزي محافظة السويس. ما جاش هتروح له الهدية اللي هي نفس الهدية ساعة، وتروح له الشهادة، وزي ما اتفقنا يصورها وهو يتصور معاها، وبعدين يتصوروا معاها الأسرة الكريمة ويبعتها لنا عشان ننزلها في القناة إن هو فاز. ميخائيل ريمون ممدوح أسيوط. الشهادة بتاعته اهي والساعة اهي. وليجيا هاني القاهرة. تمام. تعرف تلعب كرة وتاخدي دي عشان دي بتاعتك. مبروك. فين بابا وماما يجي ياخد معك صورة؟ كارن سامح نجاتي أسيوط. برضو ما جاش هتروح له الهدية، يتصور ويصور هو والأسرة ويبعتوا لنا الصورة عشان ننزلها في التلفزيون إن شاء الله. الحلقة الثالثة المتسابق رقم 4 الفائز رقم 4 ميري عادل صدقي سوهاج. برضه هتروح لها الهدية ومعها الشهادة. ماريا عايد القاهرة. ماريا عايد القاهرة. ألف مبروك. شفت الشنطة دي؟ حاجة 10 على 10. ودي خدي دي بتاعتي. مبروك. فين بابا وماما؟ تعالوا. بشوي اندراوس ناجح مدينة العبور. بشوي اندراوس ناجح. ده خد وكسب. ده الشنطة قدك يا ابني. ألف مبروك. ده أنت واد عسل. خد دي. والشنطة دي مش عايزها؟ طب خدها زي بعضه. روبرت سامح بالقاهرة. روبرت سامح بالقاهرة. ألف مبروك. فين الشهادة اهي؟ وتاخد دي كمان عشان دي بتاعتك. فين بابا وماما؟ بنهني كل الناس اللي فازوا كل حسب ظروفه من الأول للخامس في الثلاث حلقات، وإن شاء الله ننتظر حلقات أخرى في المناسبة اللي جاية ونفس الطريقة. كل مسابقة هنسحب 5 أسامي، وبعد كده في آخر الشهر هنجمع الأسامي كلها ونوزع الهدايا هنا زي كل مرة. كل لقاء وانتوا طيبين. بنشكر اللي حضروا وبنشكر اللي فازوا ومجوش لظروفهم، وبنشكر اللي أعدوا لهذا البرنامج كله من أوله لآخر. ربنا يعوض الكل، وكل سنة وانتوا طيبين. لو عرفتوا إجابة السؤال ابعتولي أصحاب الإجابة الصحيحة مع الاسم والمحافظة من أي تليفون محمول على 95404، وأنا هعمل سحب كل حلقة من بين أصحابي اللي جاوبوا صح، وهقول لكم على أسماء الفايزين كل حلقة. كل ما تبعت أكتر فرصتك في السحب هتبقى أكبر وأكبر. وعلى فكرة أنا عندي هدايا كتير، ممكن تكسب تابلت أو تليفون محمول أو سماعات بلوتوث أو كور وهدايا تانية كتير خالص. يلا نستنى إجابتكم الصح يا أصحابي. باي باي.